أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الحديث الثامن من احاديث هذا الباب عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان ابي عليه السلام استودعني ما هناك فلما حضرته الوفاة قال ادع لي شهودا فدعوت له اربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر فقال اكتب هذا ما اوصى به يعقوب بنيه يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن الا وانتم مسلمون واوصى محمد بن علي الى جعفر بن محمد وامره ان يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعه وان يعممه بعمامته وان يربع قبره ويرفعه اربع اصابع وان يحل عنه اطماره عند دفنه ثم قال للشهود انصرفوا رحمكم الله فقلت له يا أبت بعدما انصرفوا ما كان في هذا بأن تشهد عليه؟ فقال يا بني كرهت أن تغلب وأن يقال إنه لم يوصى إليه فأردت أن تكون لك الحجة. ذكرنا فيما مضى أن الإمامة اختيار من الله سبحانه وتعالى. وتثبت بالنص من النبي صلى الله عليه واله ومن الامام السابق، وايضا تثبت بالمعاجز، وهناك علائم تدل الناس على امامه الائمه. وهذه العلائم قد تكون علائم عامة وقد تكون علائم خاصة. من جملة العلائم العامة الوصية؟ هذه علامة عامة يعني يعرفها جميع الناس. إذا دخلت المدينة وسألت أن مثلا الإمام زين العابدين أو صالماً يقال انه اوصى للامام الباقر. ان الامام الباقر اوصى لمن؟ اوصى الى الامام الصادق. الامام الصادق اوصى لمن؟ اوصى للامام الكاظم، وهكذا. هذه علامة عامة، وحتى في حالات التقية الشديدة التي لا يمكن فيها بيان امامه الامام اللاحق كانت الوصيه علامه لانه الاب يوصي الى ابنه هذا شيء طبيعي ولا يتمكن الظالم من ان يتخذ ذلك ذريعه لمثلا الفتك بالوصي فلذلك هذه جعلت علامه عامه نعم في مورد واحد من الموارد، المنصور كتب إلى واليه على المدينة أن أقتل وصية الإمام الصادق، فلما سأل من وصيه، تبين الإمام الصادق موصي وصية تدل على إمامة الإمام الكاظم، ولكن في الوقت نفسه تحفظ الإمام لأن الإمام جعل وصيه المنصور وعامل المنصور على المدينة وأم حميدة زوجته والإمام الكاظم وعبد الله الأفطح وعبد الله الأفطح فلما قيل لأبي حمزة الثمالي قال عين الإمام من بعده يعني قال الإمام الكاظم هو الإمام لأن المنصور ووالي المدينة ظالمان هذا لا معنى إلى لا تدل الوصية بأنهما إمامين من بعد الإمام الصادق. أم حميدة مرأة والإمامة لا تكون إلا في الأولاد وعبد الله الأفطح في جسمه عيب هو ابن الإمام صادق لكن في جسمه عيب والذي في جسمه عيب لا يكون إماما فيبقى منه الإمام الكاظم على كل حال الوصية العامة علامة الإمامة علامة الإمامة زين الإمام الباقر في هذا الحديث أراد تعميم هذه العلامة حتى الجميع يعلموا بها مو أنه باكر واحد يجي يقول من, من هو الوصي وواحد يجي يعارض الامام الصادق ويدعي انه هو الوصي فلذلك طلب من الامام الصادق ان ياتي بشهود. الامام جاء باربعه شهود من قريش احدهم نافع مولى عبد الله بن عمر هذا كان من شخصيات المدينه ولو هو لم يكن عربيا كان مولى وانما قرشيته بالولاء. لانه في تلك الازمنه واحد منسوب الى قبيله اما بالنسب نسبه من تلك القبيله او بالولاء يعني كان يجي يتحالف معهم. وعاده هذا كان في الاعاجم والعبيد الذين يعتقون. فكانوا ياتون ويتحالفون مع قبيله من القبائل. فكان تطلق عليهم القاب تلك القبيله لكن باضافه بالولاء يقال فلان قرشي بالولاء فلان هذلي بالولاء فلان شيباني بالولاء وهكذا عبد الله بن عمر كان له مولى اسمه نافع لعله اعتقه لكن هذا صار من شخصيات اهل المدينه وهو من رواه العامه اسمه يكثر في اسناد رواتهم رواياتهم هذا كان قرشيا لكن قرشي بالولاء يعني بالتحالف مثل ما الان مثلا واحد مواطن بالنسب له جنسيه بالنسب أبا عن جد هو مواطن هذه الدولة واحد يكون مجنس يعني هو من بلدة أخرى من دولة أخرى اجى سكن في هذه البلدة شملت شروط التجنس وتجنس المجنس غير صاحب الجنسية على كل حال هؤلاء حضروا الإمام الصادق الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال الإمام الصادق: اكتب الوصية. وصدرها بهذه الآية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية في سورة البقرة. آية ترتبط بأصول الدين. الآية 132 و 133. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذه الوصية ترتبط بشنو بالتوحيد يعني ترتبط بأصول الدين زين هاي وصية ترتبط بأصول الدين. لماذا الإمام الباقر صدّر وصيته بهذه الآية؟ لأنه الإمام الباقر يريد بيان إمامة الإمام الصادق، والإمامة من أصول الدين، لأن أصول الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة المعاد هذه أصول الدين كما أن التوحيد هو أصل من أصول الدين طبعا هو أعظم أصول الدين كذلك النبوة أصل من أصول الدين وكذلك الإمامة أصل من أصول الدين والمعاد والعدل أيضا أصلا من أصول الدين فأصول الدين خمسة طبعا بين قوسين نذكر كونها الإمامة من أصول الدين لا ينافي الحكم باسلام من تشهد الشهادتين. اي واحد تشهد الشهادتين يحكم عليه بالاسلام. لكن هذا ليس معناه ان الامامه ليست من اصول الدين، لان الرسول صلى الله عليه واله ماذا يقول؟ ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. يعني 72 فرقة هؤلاء من أهل النار، حتى لو هم في الظاهر حكم عليهم بالإسلام، وحكم عليهم بأنهم من أمة الرسول صلى الله عليه واله، وفي الدنيا جرى عليهم أحكام المسلمين في المناكحة والموارثة والطهارة والدفن في, في مقابر المسلمين، وجميع أحكام المسلمين تجري عليهم، لكن في الآخرة هم في النار. إلا فرقة واحدة. كذلك المنافقون، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا الإنسان محكوم عليه بالإسلام، لذا المنافقون في زمن الرسول صلى الله عليه واله، الرسول لم يفصل بينهم وبين زوجاتهم المسلمات المؤمنات، لم يمنع إرثهم من المسلمين. لم يمنع من دفنهم في مقابر المسلمين المنافق محكوم عليه بالاسلام لكن في يوم القيامه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار على كل حال فالتصدير بهذه الايه لا تموتن الا وانتم مسلمون في هذه الوصيه فيها اشاره على ان الوصيه يراد بها تثبيت اصل من اصول الدين وهو امامه الامام الصادق عليه الصلاة والسلام. زين، بعد ذلك الإمام الباقر أوصى مجموعة وصايا عادية في كفنه، وفي قبره، وفي كيفية دفنه. الشهود شهدوا الإمام الصادق كتب الإمام الباقر قال للشهود انصرفوا، هنا يجي سؤال، هذه الأمور أمور عادية، كيف يكفن؟ كيف يصنع بقبره؟ الآن نذكر هذه الأحكام لأن هي من المستحبات بالنسبة إلى كفن ودفن الميت، أمور مستحبة يعني هذه أمور عادية. لذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل الإمام الباقر يعني هذه الأمور ما كانت تحتاج إلى شهود من قريش من شخصيات قريش هذه أمور عادية الإمام الباقر بين أنه سبب ذلك أنه أراد أن ينتشر بين الناس أن الوصي هو الإمام الصادق حتى باشر واحد لا يجي ينكر وصاية الإمام الصادق فينكر امامته، هذا هو الغرض كان مو الغرض علم هؤلاء بهذه الوصية المتعلق الوصية انه كيف يكفن، كيف يدفن، كيف يصنع بقبره، لا مو الغرض ذلك الغرض علمهم بأن الإمام الصادق هو الوصي، هذا هو الغرض زين. قلت يا أبت بعدما انصرفوا ما كان في هذا بأن تشهد عليه يعني هذه الأمور شنو السبب في أن جعلت وطلبت الشهود؟ فقال يا بني كرهت أن تُغلب أن تُغلب يعني ينكر إمامتك عن طريق إنكار الوصية وأن يقال أنه لم يوصى إليه فأردت أن تكون لك الحجة اذا واحد يجي يقول انت مو وصي تقول ذول الشهود والشهود من الشخصيات عندما ينقلون الامر ايضا ينتشر بين الناس زي. اما بالنسبه الى متعلق هذه الوصيه هي مجموعه فروع فقهيه اولا ان يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعه البرد قماش وعاده كان يحاك في اليمن لذا البرده اليمنيه من المستحبات ان يكون الكفن برده يمنيه، الإمام كان في تلك البرده يصلي الجمعه، لعل في ذلك ايضا نوع ارتباط بين الآثار الغيبية وهذه الوصية ربط الدين بالإنسان حياً وميتاً لأن الإسلام يختلف عن سائر الشرائع عند شغل بالإنسان من قبل أن تنعقد نطفته إلى ما بعد دفنه من قبل الماهد إلى ما بعد اللحد الرسول صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لنطفكم أنت تريد تتزوج شوف منو تصير أم لأولادك هذا من حق أولادك المستقبلين أن تختار لهم أما صالحة اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس مو فقط تشوف مرأة جميلة مثلاً من أسرة معروفة لا شوف شنو دينها شنو أخلاقها شنو تربيتها تزوجها لدينها من تزوج امرأة لمالها أو جمالها أو كله الله إلى مالها وجمالها ومن تزوج امرأة لدينها رزقها الله المال والجمال كما في الحديث الشريف. هذا يبدأ من قبل أن يوجد الإنسان إلى ما بعد وفاته، كل الدين مرتبط بحياة الإنسان. صحيح أكثر آداب وسنن، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ارتباط الإنسان بالدين دائما في كل شيء. حتى البعض يسأل مثلا أكو رواية أنه إذا أردت أن تدخل إلى المرافق الصحية فادخل برجلك اليسرى. وإذا أردت أن تخرج اخرج برجلك اليمنى. إذا أردت أن تدخل في مسجد فادخل برجلك اليمنى. إذا أردت أن تخرج اخرج برجلك اليسرى. شنو هذا مثلا؟ شنو تأثيره؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يريد يربطك بالدين وبالأحكام حتى في هذه الحالات، هو مو واجب، مستحب، حتى والإنسان يريد أن يذهب إلى بيت الخلاء يكون مرتبط بالدين. حتى في الامور البسيطه. نعم ما اوجبها حتى لا يكون هناك عسر وحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن جعلها من الاداب. زين. من جمله الامور ربط الانسان بالدين حيا وميتا. هذا ميت البرده كان يصلي فيها صلاه الجمعه. فهذه البرده ارتبطت بالدين ارتبطت بالصلاه خلي الميت وياها يكون ولعل لها اثارا ايضا بالنسبه الى الميت هذا حكم من الاحكام وان يعممه بعمامته من المستحبات الميت اذا كان رجلا لما تدفنه من المستحبات أن تعممه بعمامه تشد على رأس عمامه لأن العمامة ارتبطت بالدين لذلك في الحديث العمائم تيجان العرب إذا وضعوها وضع الله عزهم الملائكة الذين جاءوا لنصرة المسلمين في يوم بدر كانوا مسومين أو مسومين لهم علائم وفي الحديث ان علائمهم علامتهم كانت العمامه، كانوا معممين بعمامه بيضاء. هو هميت الدفنه لكن هذه علامه ترتبط بالاسلام. وان يربع قبره هذا يرتبط بالقبر، تربيع القبر يعني استواء لانه احيانا بعض القبور تكون مسنمه كالسنام. هذا مكروه المستحب أن يكون القبر مربعاً مربعاً بمعنى استواء القبر اللي يعني عادة القبور هكذا مستوية ويرفعه أربع أصابع المستحب أن يكون القبر شوية عالي حتى يتميز مكان ذلك القبر مو أنه يوم يومياً بعدين يضيع مكان القبر طبعا هذا هو المستحب وهذا لا ينافي جواز اكثر من ذلك. واحد يعلي القبر اكثر من اربعه اصابع، لكن المقدار الذي اول المستحب ان يكون اربعه اصابع ليتميز وليضيع القبر، وان يحل عنه اطماره، اطمار جمع طمر، هذه من المستحبات، لان الميت الكفن عاده مو قماش مخيط، قماش غير مخيط. فحتى هذا في حال التشيع مثلا في حال حمل الميت لا ينحل يشدوه لكن إذا وضعت الميت في القبر مستحب شنو أن هذا الشد واحد يحله هذه وصايا عادية ولا أحد ينازع فيها لكن الغرض شنو كان مثل ما ذكرنا والإمام الباقر ذكر ذلك حتى يُعلم بأن الإمام الصادق هو الوصي. هذه مجموعة من الروايات التي فيها الإشارة والنص على الإمام الصادق. باب آخر من كتاب الكافي الشريف، باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى عليه السلام. روايات هذا الباب النصوص غير النصوص العامة التي وردت عن الرسول وعن الأئمة السابقين اللي ذكرناها فيما مضى نصوص خاصة من الإمام الصادق على الإمام الكاظم، لأنه في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام حدثت فتنة بين الناس، السبب في ذلك شنو كان؟ أن إسماعيل كان أكبر أبناء الإمام الصادق لكنه مات في حياه الامام الصادق وقد مر ان كون الـ الـ الامام هو اكبر الابناء الاحياء لوالده هذا هو العلامه اكبر الابناء الاحياء من غير عاهه علي الاكبر علي الاكبر سلام الله عليه كان اكبر ابناء الامام الحسين لذا يقال له الاكبر لكنه استشهد في حياة الامام الحسين فلما استشهد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام كان اكبر الابناء الاحياء منه الامام زين العابدين اسماعيل جليل القدر رضوان الله تعالى عليه وكان هو اكبر الابناء لكنه توفي في زمان الامام الصادق والامام الصادق عليه الصلاه والسلام في تشييعه كم مره امر ان توضع الجنازه على الارض ثم يكشف عن وجهه حتى الناس يشوفون انه قد مات لكن مع ذلك البعض اعتقدوا بامامه اسماعيل اما قالوا بانه لم يموت او قالوا صحيح انه مات لكن الامامه انتقلت الى اولاده وتاسست فرقه الاسماعيليه هذا الابن الاول الابن الثاني عبد الله الافطح عبد الله الافطح هذا كان فيه فطح الفطح عاهه في الراس او في الرجل عاهة. فلأنه صحيح بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام كان عبد الله حياً، لكنه كان معيوب فيه عواق. وعلامة الإمامة أن يكون أكبر الأولاد الأحياء من غير عاهة. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان ثالث الأبناء. لأنه قبل أكو اثنين من الأبناء واحد إسماعيل واحد عبد الله بطريق بالكيفية اللي شرحناه انقسم الشيعة البعض قالوا إن إسماعيل هو الإمام البعض قالوا إن عبد الله هو الإمام والبعض قالوا إن موسى بن جعفر هو الإمام زين إسماعيل لأنه كان ميت هذه الفرقة لم يقم لها قائمة وإنما قامت لها قائمة بعد ذلك بعد ذلك بقرن أو قرنين حينما قامت الدولة الفاطمية أما الجماعة الذين ذهبوا إلى الفطحية إلى إمامة عبد الله الأفطح عبد الله الأفطح مات بعد سبعين يوم بعد سبعين يوم مات وايضا جاءوا وسالوه اسئله لم يكن يعرف الاجابه فتبين لهم انه ليس الامام والفطحيه كانوا يعتقدون بامامه عبد الله الافطح ثم امامه الامام الكاظم يعني يعتقدوا بامامه الامام الكاظم لكن زادوا امامه عبد الله الافطح زين كانوا يجون للأئمة اللاحقين كانوا يعتقدون بإمامتهم يعني يعتقدون بالإمام الكاظم بالإمام الرضا بالإمام الجواد كانوا يعتقدون بهم كانوا يأتون ويسألونهم أن عبد الله كان إماما الأئمة اللاحقين كانوا يقولون لا ليس لم يكن إماما وهؤلاء الفطحية كانوا يعتقدون بإمامة الإمام الكاظم والإمام الجواد والإمام الرضا فلذلك كانوا يرجعون عن الفطحية لذلك انقرضت الفطحية وأما الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فثبتت عند الشيعة أنه هو الإمام ذاك العصر كان أيضا عصر تقية شديدة لأنه في بداية بني العباس ما كان ما كانت التقية شديدة لذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام استثمر الفرصة لنشر العلم لكن بعد أن توطت أركان ملكهم، ملك بني العباس بدأوا بمضايقة الإمام الصادق، المنصور ضايق الإمام الصادق مرات وكرات أراد قتل الإمام الصادق، ضيق على الإمام الصادق، وكما ذكرنا كتب إلى واليه في المدينة كتب إليه أن يقتل وصية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لذلك كانت حالة تقية شديدة لذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حفاظا على الإمام الكاظم كان يبين لخواص أصحابه أنه هو الإمام من بعده وأكثر من ذلك لذا الروايات في هذا المجال كثيرة جدا من جملة هذه الرواية عن الفيض ابن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام خذ بيدي من النار يعني أنقذني منها من لنا بعدك من الإمام من بعدك لأنه إذا الإنسان لم يعتقد بالإمام الصحيح يكون منحرف يكون ضال والضال في النار ذكرنا الفرق الإسلامية كلها في النار إلا فرقة واحدة خذ بيدي من النار من لنا بعدك فدخل عليه أبو إبراهيم يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لأن كنية الإمام الكاظم كانت أبا إبراهيم فدخل عليه أبو إبراهيم عليه السلام وهو يومئذ غلام الغلام يطلق على الطفل غير البالغ إلى الشخص الذي بلغ ثلاثين عاما من الطفل عمره ست سنوات يطلق عليه غلام شاب مراهق يطلق عليه غلام واحد عمره عشرين سنة يطلق عليه غلام عمره تسعة وعشرين سنة يطلق عليه غلام لذا في واقعة الطف ماذا يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حول علي الأكبر إنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا وكان عمر علي الأكبر عليه السلام 28 سنة هسه البعض يقول كان عمره 18 سنه لكن مع ذلك الامام ماذا اطلق عليه؟ اطلق عليه كلمه الغلام، فدخل عليه ابو ابراهيم وهو يومئذ غلام، فقال هذا صاحبكم فتمسك به، وهناك روايات كثيره ان شاء الله سنقراها في حلقه قادمه، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين